أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتابع فيها مستجدات عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. تسلمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 354 حالة اعتداء من قبل ميليشيا الحوثي، بينها حالة قتل جماعي، إضافة إلى ضحايا الألغام والتعذيب والإخفاء القسري للمعارضين. وأفادت عضوة اللجنة الحقوقية إشراق المقطري في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقر إقامتها في عدن أن الإحصائيات الصادرة عن اللجنة حصيلة أولية لرصد ميداني قدمته منظمات حقوقية خلال شهر مارس المنصرم. هذا وتعد المرة الأولى التي اختارت اللجنة التابعة للحكومة مدينة عدن لانعقاد مؤتمرها الصحفي الأول بشأن نتائج عملها المبدئية وتأكيدها على الاستمرار في مهمة توثيق وحصد ضحايا الحرب التي أطاحت بحق الإنسان في الحياة. وكانت اللجنة قد تم تشكيلها في سبتمبر 2015 بقرار جمهوري للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب المنظمات الدولية وطول أمد الحرب وتفخيخ مساحات العمل الحقوقي في البلاد. مستوى عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ونتائجها المبدئية هو محور نقاشنا الليلة في زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. لم تجف دماء هؤلاء من ذاكرة تعز، كما لم تغادر أذهان اليمنيين مجازر أكثر ترويعا وأشد دموية أحالت الضحايا إلى أرقام تثقل سنين الصراع الذي لم ينتهي. جرائم حرب متفشية تعنون اللجنة الوطنية التابعة للحكومة تقريرها الخاص بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، إنها حقيقة متوقعة لحرب حصلت أكثر من 66 ألفا بين قتيل وجريح وفق تقارير سابقة. وخلال شهر مارس المنصرم رصدت اللجنة 354 حالة اعتداء من قبل ميليشيا الحوثي، بينها حالة قتل جماعي إضافة إلى ضحايا الألغام والتعذيب والإخفاء القسري للمعارضين. ووثقت اللجنة 23 حالة قتل بقذائف وصواريخ كاتيوشا في تعز وعدن والضالع ولحج، إضافة إلى 47 حالة قتل فردي و13 حالة قتل بالألغام لـ40 شخصا في كل من تعز ولحج وعدن وعمران، وأربع حالات قصف لمشافي تعز والضالع، وثمان حالات اعتداء على طواقم طبية في كل من عدن وصعدة وعمران. أما حالة التعذيب فرصدت اللجنة الوطنية 21 حالة أغلبها في ذمار وصنعاء. وفوق سياسة القتل اليومي المتأصلة في حرب الميليشيا، لم تغفل لجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان جرائم الحصار وقصف المستشفيات وتفجير المنازل ودور العبادة والإخفاء القسري والنهب المنظم لثروات الدولة وتجنيد الأطفال. ومع دخول الصراع عامه الثالث، أوصت اللجنة بإحالة ملف حقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي للنظر في حجم ومستوى الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها اليمنيون منذ الانقلاب على الدولة واجتياح المدن والمناطق بقوة السلاح. على الرغم من هذا النشاط الحقوقي المحلي، إلا أن اليمن وضحايا الانتهاكات في حاجة للجان دولية أيضا للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة وإحالة ملف حقوق الإنسان إلى العدالة الدولية كجزء من عملية السلام المرتقبة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ويشرفني أن يكون معي في حلقة اليوم عبر الهاتف من عدن عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السيدة إشراق المقطري، وكذلك المحامي والناشط الحقوقي السيد فيصل المجيدي، على أن ينضم إلينا لاحقا من عدن رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الدكتور محمد قاسم نعمان. أبدأ مع السيدة إشراق المقطري. سيدة إشراق، بداية لو تحدثنا ما الذي أنجزته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان منذ تأسيسها حتى اليوم؟ شكرا لقناة بلقيس للاهتمام بتعريف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. بالنسبة لعمل اللجنة، فباعتقادنا أن حاولت اللجنة برغم الأوضاع أن تقطع شوطا كبيرا في عملية البدء الحقيقي والفعال لتجميع البيانات والمعلومات لانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت اليمنيين منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة. اللجنة بدأت أو بداية الأنشطة ارتأت أن تكون هي ركيزة العمل هو تأهيل وتدريب الراصدين ذوي خبرات
وتوزيعهم في عموم محافظات الجمهورية للتأكد من المعلومات التي تصل للجنة والبيانات حول ادعاءات الانتهاكات التي طالت المدنيين في أثناء 2015 و2016، إضافة إلى تجميع البيانات والوثائق المعنية بالانتهاكات التي سبقت أو في العام الماضية لا سيما في العام 2011. كما ذكرنا بالتقرير أنه قرابة 354 ادعاء انتهاك وصل إلى اللجنة عبر رصدي اللجنة وعبر الضحايا، إضافة إلى عبر منظمات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة والمتواجدة في عموم اليمن، والتي أرسلت تقاريرها إلى اللجنة، وتقوم اللجنة حاليا بفحص ومراجعة تلك التقارير، إضافة إلى تقارير أخرى من المنظمات الغير حكومية الدولية المهتمة في مجال الرصد والتوثيق مثل منظمة العفو الدولية. نعم. نعم. لكن سيدة سيدة أشراق الكثير. نعم سيدة أشراق الكثير. عمل الراصدين. سيدة أشراق تسمعيني. شهر. سيدة أشراق. هذا الشهر لشهر مارس. نعم سيدة أشراق. في المقابل تقوم اللجنة حاليا. سيدة أشراق هل تسمعينني؟ نعم معك. نعم سيد أشرق الكثير يعني يقول بأن اللجنة للأسف لم تقوم بعمل أي شيء ملموس، يعني منذ تأسيسها يعني الآن ما يقارب أكثر من عام لم نرى أي عمل على الأرض في الجرائم والانتهاكات التي تطال اليمنيين في الداخل من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. بالنسبة لعمل اللجنة هو ليس عمل إعلامي، ولم تقم اللجنة بعملية الإشهار أو عملية الإعلام بأعمالها وإجراءاتها اليومية، وبالتالي فإن العمل في أروقة اللجنة يسير بشكل جاد، ولكن ربما بشكل أغلبه بشكل هادئ بعيدا عن الأضواء. أمر نعم. آخر ربما صدر حقيقة صدر قرار تشكيل اللجنة في نهاية سبتمبر، لكن بسبب الأوضاع الأمنية وشدة الحرب في ذيك الفترة إلى أن العمل الجاد والفعلي والعمل الرسمي للجنة بدأ هو من منتصف يناير، حيث بدأت تترتب جميع الأعمال الأساسية للجنة. في البدء كان لدينا مسألة المؤسسة ومسألة الاهتمام بعملية البناء المؤسسي، بعد ذلك اجتمع والتقى جميع الأعضاء، بدأ نعم. العمل من بعيدا نعم سيدة نعم بإجراءات العمل نعم. في أثناء هذه المرحلة. نعم سيدة أشرق يعني إذا يعني حتى نخص الحديث في المهم، إذا تحدثنا عن آلية اللجنة في التعامل مع قضايا الانتهاكات، وكما تعلمين هي كثيرة خاصة اللي مر عليها أكثر من 4 سنوات منذ عام 2011 حتى اليوم، ما هي الآلية التي تسير عليها اللجنة في هذا الصدد وفي توثيق كل الجرائم؟ عزيزي كما ذكرت لدينا 30 راصد تم تأهيلهم وتدريبهم في عملية النزول لمناطق النزاعات ومناطق الانتهاكات، وحيث ما وجدت الانتهاكات سواء القديمة من 2011 و2012 و2013 و2014، إضافة إلى الرصد اليومي الآن والوقتي للراصدين. كما تم يعني من ضمن آلية اللجنة إيجاد محققين وفريق قانوني مساعد من ذوي الخبرات، هؤلاء يقوم بعد ذلك بعملية فحص ومراجعة الوثائق والتخطيط مع الجهات وأطراف النزاع والقيام بالإجراءات التحقيق وفقا مع نعم. الدولية لحقوق الإنسان. بالتالي يوجد تعدد وفي هذه الآيات كما ذكرنا تجميع البيانات موظفين نعم. في كل المنظمة عموم محافظة الجمهورية، ثم أيضا محققين قانونيين، أيضا 30 معنا 15 محقق قانوني من أعضاء النيابة القانونية نعم. الكبيرة، هؤلاء يقومون بعملية المتابعة والتحقيق. لكن كما ذكرت عمل اللجنة أغلبه بالذات في عملية التحقيق هي أعمال سرية تختص بها اللجنة، ربما ارتأينا فقط ونوع من التطمين بأن نقوم بعملية إعطاء بيان صحفي للإعلامي المدني ليس فقط لعمل التطمين، أيضا عملية نعم. طلب المساعدة والتعاون نعم نعم سيدة أشرق نعم نعم سيدة أشرق تكرمي بالبقاء معنا. سيدة أشرق سنشرك معنا في الحديث رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الدكتور محمد قاسم نعمان من عدن عبر الهاتف. دكتور محمد مساء الخير. أهلا وسهلا بك دكتور. إذا تحدثنا يعني عن تقييمك لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ تأسيسها حتى اليوم، كيف تقيم أدائها؟ والله أنا لا أستطيع أن أقيم أدائها لأنه هم يعني يعملوا لوحدهم يعني كلجنة يعني موجودة وتعمل بشكل منفرد.
على الاقل ما الذي بحكم تخصصكم في هذا الجانب دكتور، يعني الذي لمستموه؟ ولكن نعم دكتور، الذي لمستموه من خلال عمل هذه اللجنه؟ ايوه كما اشرت انا انه اللجنه يعني مقرهم في عدن كما عرفت، ويعملوا في اطار هذه اللجنه، ولكن ليست لدينا اي معلومات حول نشاط هذه اللجنه. انما ملاحظتنا حول هذا نشاط هذه اللجنه انه هذه اللجنه لا تبحث الا في قضايا الانتهاكات التي حصلت ما بعد 2011. بينما نحن في داخل هذا في اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا هناك انتهاكات واسعه جدا حصلت خلال ما قبل 2011. كان يفترض بهذه اللجنه ان تنظر لكل الانتهاكات لانها انتهاكات مترابطه لا يمكن ان نفصلها عن بعضها البعض. نعم. فلهذا المأخوذ على تشكيل اللجنه ان هذه اللجنه يعني لم يعني حدد لها مهمات يعني الانتهاكات ما بعد 2011، هذا واحد. نعم. الشيء الثاني انا موجود مثلا يعني وكثير من المنظمات الموجودين في عدن نحن لسنا معنيين بهذه اللجنه. ولا يتم يعني حتى التشاور ولا اشراكنا في حتى في مجرد الاسئله. ولا يستعينوا يعني بكم لاي تقارير او وثائق لديكم دكتور؟ لا 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 لم يتم، ما فيش حد قد جاء من هذه اللجنه وسال حول قضية الانتهاكات حتى التي حصلت بعد 2011 يعني في عدن مثلا والمحافظة الجنوبية. نعم. لا نسأل عليها. نعم جميل دكتور. إذن دكتور نعم دكتور سأوجه يعني ما طرحته هذه النقاط للسيدة إشراق وهي عضو اللجنة. سيدة إشراق، إذن الدكتور محمد يقول بأنكم لا تبحثون إلا عن الجرائم منذ عام 2011 وحتى الآن وتناسيتم الجرائم التي سبقت عام 2011، هذه النقطة. النقطة الأخرى أنكم يعني لا يوجد هناك أي عمل على الأرض في المناطق الجنوبية وحتى في عدن، ولا يوجد أي تواصل بين المنظمات الحقوقية التي تهتم في هذا الجانب. شكرا، هي ملاحظه مهمه بالنسبه للاستاذ احمد قاسم النعمان، مساله بان اللجنه تنظر لانتهاكات 2011 او ما من 2011 وما بعده. هو فعلا القرار الجمهوري كان بانشاء اللجنه وحدد المده الزمنيه هي من العام 2011 وحتى هذه اللحظه. نعم. ربما لانه كانت من ضمن مطالب المجتمع الدولي وقرارات مجلس حقوق الانسان والتوصيات كانت مركزه على انتهاكات 2011 ثم تعدل القرار الى حتى هذه اللحظه. كما ذكرت في تقريرنا بان جاء تشكيل اللجنه بناء على المطالب آنية اللي كانت في أحداث 2011 بتشكيل لجنة التحقيق ثم بضغوطات من المجتمع الدولي. لكن أيضا أرى وجهة نظر الأستاذ بأن فعلا في ترابط بانتهاكات ما قبل وما بعد، لكن صدقني حتى مسألة تكليف اللجنة بالخمسة أعوام هي برضه موضوع طويل وشاق، وأنتم تعلمون بأن خمسة أعوام رصيد كبير من الانتهاكات. المسألة الأخرى اللي ذكرها الأستاذ أحمد قاسم النعمان بأنهم كما ذكرنا ربما عمل اللجنة كان لا يركز على العمل الإعلامي وعملية التوضيح بالأدوار والمهام والنزول وتواجد الراصدين. اعتمدنا نعم. بشكل رئيسي على الراصدين الذين يقومون بعملية تجميع المعلومات. بالفعل المجتمع المدني هو شريك رئيسي في عملية الرفض، لكن يوجد منظمات قامت هم شريكين. نعم سيدة إشراق، هم شركاء، ويتكلم الدكتور محمد بأنكم لا تتواصلون معهم ولا صحيح. ولا صحيح. حتى يوجد أي نشاط من أجل الاستفادة منهم وفي المعلومات التي يملكونها. يا عزيزي أنا كما ذكرت لك بأنه مسألة وجود نشاط مباشر مع المجتمع المدني، لا يوجد نشاط مباشر. لماذا لا يوجد؟ النشاط الرئيسي هو ضرورة قيام المجتمع المدني بمنح اللجنة ما لديها من تقارير. حاولنا بأن يكون أول نشاط وهذا النشاط هو الإعلام ودعوة المنظمات لعملية إيصال هذه البلاغات وإيصال ما لديها من تقارير، لكن أيضا يؤخذ كلام الأستاذ أحمد قاسم النعمان في عين الاعتبار بأنه عملية توسيع العلاقات، لكن كما ذكرت ربما يأخذ من اللجنة مساحة من العمل. اللجنة مشغلة في مسألة النزول إلى الميدان، النزول للمحافظات. في عدن لديها أربعة راصدين وليس راصد واحد، أربعة في محافظة عدن يقوموا بعملية النزول للمناطق المجازر ومناطق الجرائم نعم. الجماعية وحتى أيضا الجرائم التي طالت نعم. المواطن فرديا. نعم سيدة إشراق، هي مناسبة نعم. جدا بأن مثل مركز دراسات حقوق الإنسان في عدن وغيره من المنظمات التي لديها
قائمة من التقارير الجيدة ليتم فحصها ودراستها، هذا في اعتقادي أنه مقترح يعني ممتاز. وكما ذكرت نحن نشاطنا تأخر بسبب سواء الوضع الأمني بسبب عدم الاكتمال، وبدأنا من منتصف يناير، وربما هذا أول نشاط في مسألة الإعلام. لكن في مسألة التحقيق اعتمدنا بشكل مباشر على رافضين وعلى المحققين القانونيين في كل المحافظات. نعم سيدة مقطري، إذن بخصوص تساؤل الدكتور محمد فيما يخص الأحداث يعني الجرائم التي سبقت عام 2011، هل هناك مثلا ممكن استيعاب هذه الجرائم ورصدها وتوثيقها أم طويت صفحتها؟ القرار الجمهوري عزيزي، القرار الجمهوري واضح، ونحن نعمل وفق القرار الجمهوري الذي تم صياغته بعد ذلك وعكسه في اللائحة التنفيذية للجنة. وبالتالي فإن الانتهاكات التي سوف يتم، طبعا كما ذكرنا في التقرير، الانتهاكات التي سوف يتم التحقيق فيها الانتهاكات من العام 2011 التي تدخل في نطاق انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأغلبها متركزة حول جرائم كما ذكرت المساس في الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وجرائم زرع الألغام، جرائم التعديد، جرائم الحصار الجماعي، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الاعتقال التأسفي والإخفاء القسري. نعم طيب سيد أشراق، إذا نعود للدكتور محمد قاسم. دكتور محمد، إذن لو يعني باعتبار بأنك حقوقي ولديك مجال كبير في الرصد والتوثيق لهذه الجرائم، هل ترى أن ظروف الحرب التي تعيق المنظمات الدولية في رصد وتوثيق الجرائم لها أثر كبير في عدم نقل الصورة واضحة، أم هناك عدم اهتمام من قبل هذه اللجان التي كلفت بالتحقيق في هذا الجانب؟ أنا طبعا مع شكري الجزيل واحترامي الكبير للأستاذ أشراق، ولكن أريد أن أقول أنا اليوم لأول مرة أعرف أن هذه اللجنة مديت لها أو وسعت لها المهمات لتتناول قضايا الانتهاكات حتى اللحظة. نعم. وأنا أستغرب طبعا أن هذه اللجنة كان يفترض استنادا لهذا التوجيه وهذا التوسع أن يتم توسيع اللجنة لتشرك فيها منظمات موجودة في بالذات في الجنوب في عدن وفي بقية المحافظات، ممن لهم يعني جهد كبير جدا في مجال رصد الانتهاكات التي حصلت اثناء الحرب العدوانيه اللي قاموا فيها الحوثيين وعلي عبد الله صالح على عدن والمحافظات الجنوبيه. نحن بالنسبه لنا يعني لدينا يعني رصد واسع جدا في هذا المجال. نعم. سأل هي تبدو نعم دكتور محمد، نعم دكتور، هي يبدو ان السيده نعم السيده اشراق السيده اشراق دكتور تكلمت بانها فرصه للتنسيق معكم وتحدثت قبل قليل بانها ممكن نحن يعني نحن لا نريد التنسيق، نحن نريد المشاركه في هذه اللجنه، يكون في مشاركه لبقيه اللجان او للمنظمات الفاعله. نعم. لانه حتى الان مع احترامنا لهذه اللجنه واعضائها، ولكن حتى نعم إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بالدكتور، بالتأكيد سنعاود الاتصال بالدكتور محمد لاحقا. إذن نعود إلى السيدة إشراق. سيدة إشراق، إذن إذا تحدثنا أيضا عن التحديات الماثلة أمام اللجنة وأيضا تشكل خطورة في الوقت الحاضر من توثيق أي جرائم تحدث. ربما جزء من التحديات التي في اعتقادي ويراها الكثيرين هي مسألة استمرار الحرب، هذا تحدي ذكر أيضا في البيان، إضافة إلى استمرار حوادث العنف في بقية المحافظات. يعني الحرب تتواجد في محافظات ويعني قضايا العنف متواجدة في محافظات أخرى. مسألة الحرب والعنف ربما تعيق الراصدين وتعيق الفريق القانوني وأعضاء اللجنة في عملية أحيانا النزول إلى المناطق يعني المشتعلة، وبالتالي تأخر عملية التوثيق وعملية تجميع البيانات. نعم. باعتقادي أنه على الجميع جميع الأطراف أن تعي دور هذه اللجنة، وبالتالي مساعدة الفريق ومساعدة الأعضاء ومساعدة اللجنة بشكل عام والراصدين في التمكين وتسهيل وصولهم للوصول إلى الضحايا. نعم سيدة أشرق، يعني نعم نعم سيد أشرق، ذكر الدكتور محمد يعني هل هناك يعني بالإمكان الاستعانة بهذه المنظمات المحلية التي تعمل في هذا الجانب، إشراكها في هذه اللجنة؟ يا عزيزي، قرار إنشاء اللجنة أيضا أشار بأن للجنة الحق في الاستعانة في منظمات المجتمع المدني التي تعامل في مجال الرصد والتوثيق والتي باستطاعتها أو تمتلك وثائق يتم بعد ذلك التحقق منها، لأن كما تعلم في اليمن أكثر من 10,000 منظمة مجتمع مدني، وكثير منها لديها
من القدرات ولديها من الإمكانيات وعملت وقت طويل في مسألة التجميع. نعم. بالتالي لا يمكن إغفال هذا الدور، واللجنة ليس لديها أي إنما ترحب بمسألة تعاون منظمات المجتمع المدني، وكان هذا جزء من دعوتنا وربما نعم. إن شاء الله عملنا أيضا نعم. القادم للحصول على أكبر قدر من المعلومات نعم. والبيانات التي نعم. تساعد في الوصول إلى الحقيقة. نعم، إذا تحدثنا عن يعني تنسيق بينكم وبين مجلس حقوق الإنسان الذي يعني يعتبر لجنتكم إحدى توصياته، هل هناك تنسيق في كل التقارير وفي كل النزول الميداني الذي تقوم به اللجنة، أم هناك قطيعة بينكم وبين مجلس حقوق الإنسان؟ أولا المجلس هو عبارة عن مجلس تبع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فارتباط المجلس مباشرة هو ارتباط مع الحكومة اليمنية وليس أو الدولة اليمنية وليس مع اللجنة. لكن نحن عندما كنا في جنيف حاولنا الجلوس أيضا أو جلسنا مع المفوض العام السامي لحقوق الإنسان ومع البعثات أيضا الاتحاد الأوروبي المتواجدة في جنيف، وأوصلنا رسالة ماهية اللجنة وارتباطاتها، لا سيما كما ذكرت بأن إنشاء اللجنة كان عبارة عن توصيات من توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأعوام 2011 و12 و13 و14. نعم. وبالتالي فإن تواجدنا أيضا كما ذكرنا اللجنة هي عبارة عن آلية وطنية ومحلية تعزز وتحمي حقوق الإنسان، وهو الهدف الذي أيضا تسعى إليه مجلس حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة بشكل عام. نعم. يعني طيب، يعني أنتم الآن كما تعلمي سيدة مقطري الآن هناك تحضيرات جارية لعقد جولة مشاورات في الكويت، والكثير يعني يتساءل أين سيكون موقع اللجنة من هذه المفاوضات، بمعنى حتى لا تسقط هذه الجرائم والانتهاكات بالتقادم. ربما نفس هذا السؤال سئلت الصباح أثناء المؤتمر الصحفي، والرد هو كالتالي: نحن لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات كافة انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي عملنا منفصل تماما عن العملية السياسية. هذه الانتهاكات كما تعرف انتهاكات طالت اليمنيين المدنيين، وبالتالي هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، هي انتهاكات مست الحق في الحياة، مست السلامة الجسدية. ارتباط أو موضوع السياسي هذا موضوع مختلف، موضوع الحوار والسلام هذا أيضا موضوع مختلف. نحن بعيدين عن هذا ربما المشاورات المفاوضات، لأن لسنا طرف حرب، إنما طرف يهتم ويبحث عن الحق في الإنصاف وجبر الضرر للضحايا. نعم. سيدة مقطري تكرمي بالبقاء معنا، ينضم إلينا الآن من الرياض المحامي والناشط الحقوقي السيد فيصل المجيدي. سيد فيصل مساء الخير. سيد فيصل مساء الخير. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد فيصل. نعم سيد فيصل هل تسمعني؟ نعم أسمعك أخي. أهلا بك سيد فيصل معنا. بداية سيد فيصل، إذا تحدثنا مثلا عن قدرة اللجنة الوطنية التي كلفت للتحقيق في وحصر وتوثيق الجرائم التي انتهكت في اليمن، هل تعتقد بأن لديها القدرة الكافية للوصول إلى كل الجرائم وتوثيقها ورصدها، أم هناك نقص وحاجة كبيرة لتغطية كل الجرائم التي حدثت في اليمن لا سيما منذ عام 2011 وحتى اليوم؟ نعم أخي العزيز، الواقع أن مهمة اللجنة مهمة تاريخية، وهي أعتقد إما أن تكون أو لا تكون، الأهمية تكمن بتشكيل هذه اللجنة أنها تأتي بعد مطالبات عدة بدءا من القرار 2014 ب 2011 حتى القرار 2216. نحن نتحدث عن 6 قرارات، 2 منها تحت الفصل 7 جمعها تنص على إنشاء هذه اللجنة، وكذلك جاء مؤتمر الحوار والضمانات المقدمة فيه باعتبار أن انتهاكات حقوق الإنسان كانت واضحة وكبيرة جدا. أنا أعتقد أن الكفاءات الموجودة في اللجنة تمثل حقيقة خبرات مهمة في الجانب القانوني وجانب المجتمع المدني، وبالتالي هذه الكفاءات ينبغي أن ترفد أيضا بخبرات قانونية، وينبغي أن يتم تقديم التسهيلات. أعلم أن رئيس الجمهورية قام بتشكيل هذه اللجنة، لكن أعتقد أن الجانب الحكومي ينبغي أن يقدم لها المزيد من التسهيلات، وأيضا أن يقوم بإكمال قوام اللجنة. يبدو أن هناك لا يزال نقص في عدد من
الأعضاء الذين لم يشاركوا، لكن الأهم من ذلك كله هو توفير الإمكانيات والتعاون نعم. معها من منظمات المجتمع المدني، وبالتالي ينبغي أيضا أن يكون بينها توافق مع القضاء وأجهزة الأمن وكل المعنيين بهذا الموضوع، باعتبار أن حقوق الإنسان تهم المواطن اليمني، تهم المواطن نعم. العربي أيضا، من المواضيع التي يفترض أن تكون فيها تنسيق مع الأمم المتحدة التي نعم. يجب أن ترفض نعم. هذه اللجنة بخبرات طيب لأنه نعم. في قرار مجلس حقوق الإنسان بالفعل قرروا أن يتم دعم هذه اللجنة نعم. أمام دعم هذه اللجنة سيد مجيدي كما ذكرت، لكن الكثير يتحدث بأن مجلس حقوق الإنسان غير جاد في اتخاذ عقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم، وكما تعلم هناك تجارب سابقة، إلى الآن لم يتم مجلس حقوق الإنسان اتخاذ إجراءات صارمة بحق من ارتكبوها. الحقيقة أن موضوع حقوق الإنسان للأسف الشديد ضاع بين أرجل السياسيين، يعني ذبحت هذه المفردة كثيرا في التعامل السياسي الذي تم في اليمن. للأسف الشديد لدينا في اليمن نقطة سوداء تسمى بقانون الحصانة الذي صدر في 25/1/2012، كان على حساب حقوق الإنسان، على حساب ضحايا جمعة الكرامة، على حساب ضحايا معركة تعز وكثير من الجرائم التي تمت في 60 أمام وزارة الخارجية، والجرائم الآن التي ترتكب من الحوثيين من تفجير البيوت وتفجير المنازل وتفجير البنية التحتية وقتل الأطفال والنساء، وكثير حتى مسألة أن يتخذ الناس أيضا كدروع بشرية نعم. وموضوع أيضا الابتزاز والسوق السوداء والمتاجرة بالمعتقلين وكثير من هذه الأمور، وبالتالي لا ينبغي أن يقبل الشعب اليمني في أي تسويات قادمة أن يكون هناك ثمة تحصين للمجرمين مرة أخرى نعم. يجب أن يرتفع أصوات الناس، ويجب أن يكون أيضا للجنة نوع من يعني الرفض لكل هذه الجرائم نعم. واستقبال البلاغات من منظمات المجتمع المدني ومن الحقوقيين نعم. ومن كافة الأطراف. تكرم نعم. بالبقاء معنا سيد مجيدي. أعود إلى السيد سيدة إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية. سيدة إشراق، إذن يعني هل ستنجح اللجنة الوطنية هذه المرة في التقدم في مسار هذا الملف المثقل بالأرقام والإحصاءات المتراكمة كما تعلمين، أم أن الفشل يعني هو السيد كما حصل في الملفات السابقة وأيضا اللجان التي سبقتكم وأيضا المنظمات المحلية والإقليمية والدولية؟ ربما كما ذكر الزميل فيصل المجيدي بأن المهمة ليست بسيطة، هي المهمة تاريخية بأنها أول لجنة تشكل في هذا الفضل أو في هذا الموضوع، وربما يوجد أيضا في لبس في مسألة مفهوم ودور هذه اللجنة. كما ذكرت بالنسبة للجنة وأعضائها الذين يعني يحاولون جادين في مسألة البحث في مسألة تأكيد فعلا هذه الأدوار، نحن علينا بالفعل مسؤولية كبيرة ومسؤولية صعبة، والمفروض أيضا مطلوب تعاون جميع المنظمات من النشطاء من الباحثين فعلا حول أو عن إنصاف الضحايا نعم. بالتالي فباعتقادي بالرغم من الفترة البسيطة جدا هي شهرين يناير وفبراير، إلى أننا قطعنا شوط كبير في عملية الهيكلة، في عملية البناء، في عملية التأسيس، ثم بعد ذلك يعني لازلتم لا نعم سيدة مقطري، لازلتم الآن في التأسيس والبناء، يعني لم تشرعوا بالنقطة الأهم وهي التوثيق. لا احنا مرحلة أولى كما ذكرت، يعني خلال شهرين أو ثلاثة أشهر تجاوزنا مسألة التأسيس الذي يأخذ في لجان أخرى سنين ربما كما تعلمون، لكن حاولنا قدر الإمكان اختصار هذه المدة الانطلاق للجانب الميداني، وتواجد رافدين وفرقنا القانونية في المحافظات، وتم بالفعل عمل يومي لا يمكن أن تتصوره، بأن الموظفين اللجنة المتواجدين داخل المقر في محافظة عدن مع الأعضاء جميعا في استقبال بشكل كبير جدا لوثائق التي مرسلة عبر الرافدين المتواجدين في المحافظات. يعني ربما يقع الانتهاك الصباح العصر وغالبية الوثائق الموجودة، ثم نأخذ بعد ذلك في عملية استكمال الوثائق القانونية، النزول، التحري، الشهود وما إلى ذلك نعم. تبقى أيضا أدوار أخرى، مسألة التواصل أيضا مع الأطراف المتهمة أو الأطراف التي يدعى أنها قامت بالانتهاك، هذا يحتاج أيضا تواصل، تخاطب، مخاطبات، ردود. الأمر ليس بالسهولة الذي نراه نعم. مسألة بأنها ممكن أن تحقق نتيجة في يوم أو يومين، لكن أن نكون في ثلاثة أشهر أو قطع أربعة أشهر لدينا قاعدة بيانات كبيرة جدا بالضحايا وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هذا
يعتبر بالنسبة لنا شوط كبير. نعم. إذن المهمة نعم. كثير من نعم. المهمة كبيرة أمامكم سيدة إشراق في اللجنة، والكثير يعول كثيرا على اللجنة أن تقدم الملف الذي ينصف الذين تم يعني انتهاك حقوق الإنسان في اليمن وطالهم الجرائم، سواء من قبل ميليشيا الرئيس المخلوع ميليشيا الحوثي، أي جرائم ارتكبت بحقهم، والجميع يعول عليكم. نتمنى لكم التوفيق في هذه اللجنة. عودة أخيرة إلى السيد المجيدي عبر الهاتف من الرياض. سيد فيصل، يعني هل تعتقد أن نتائج عمل اللجنة ستثمر هذه المرة في المستقبل القريب؟ أنا الله يكون في عون هذه اللجنة وأعضائها، كونها تعمل في حقل بالفعل الغام، باعتبار أن دور اللجنة مهم جدا، وأنا أكرر أنه تاريخي، فإما حقيقة أن يقدموا دور مشرق، وأنا أعتقد أن هناك الكثير من الكفاءات في هذه اللجنة يمكن أن تقدم بالفعل الكثير، لكن أنا أخشى أن تكون النتائج ربما محصورة بمسألة التعاون، تعاون الجهات، لأنه يفترض وفقا لصحة اللجنة أنها تستطيع استدعاء أي شخص، سواء كان في لا يزال في هرم المسؤولية أو غيره، سواء لإجراء تحريات حول ربما الاتهامات التي تحدث. صحيح أنه تم تقييد ذلك ربما عبر أجهزة الدولة والقضاء والنيابة، وللأسف الشديد هناك ضعف كبير في هذه الأجهزة الآن، بل أستطيع أن أقول أنه تم مصادرة معظم يعني كثير من أجهزة القضاء يعني عن طريق الميليشيا. نعم. أستطيع أن أقول أن القضاء الآن غير مهيئ بالفعل ليقوم بدوره، لأنه يتم اختطافه، وكذلك أجهزة الأمن وكذلك الأجهزة النيابة العامة. ومع نعم. ذلك أنا أعتقد أنه لو تم التعاون مع هذه اللجنة يمكن أن تقدم بالفعل الشيء المهم في إطار أشكرك. نحن نتحدث عن جرائم عابرة للوطنية، عابرة حتى للمنطقة، تحدث عن جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، جرائم إبادة، ربما يمكن توصيف قانوني، ومن ثم هذا الأمر ليس بالأمر السهل، لكن أعتقد أن الإرادة أقوى من كل شيء. أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي السيد فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أيضا الشكر لعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السيدة إشراق المقطري، كانت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر أيضا للدكتور محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، كان معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.